فمن مظاهر الفتن، عنوان من مظاهر الفتن. الأول: عقد الولاء والبراء على الأشخاص. مما تلقى الشاب همه كله إنه أنت توافق في شيخه، الانتماء إلى شيخه، وأن تعزو الكلام إلى شيخه، وأن ترجع إلى شيخ معين. أعرف أن هذا على هوى. السلفية لا تعتمد على إنسان معين. سلفية ترجع للكتاب والسنة. نحن لا نربي أنفسنا ولا إخواننا على التعلق بشخص معين أو بأشخاص، زي ما يفعل الآن بعض اللي بيسميهم شيخنا شيخ محمد، سميهم بالصعافقة. ده الكل همهم أو أغلب همهم أن توافقهم على اتباع كلام رجل معين، لأنهم بيظنوا مش محبة في الشيخ ولا تعظيما له، ما تظن إنه تعظيم للشيخ، ولا هم ما أعطوا الشيخ حقه أبدا، هم خسيسون، ما همهم إعطاء مكانة للعلماء، إنما همهم وغرضهم الأول أنهم ظنوا أن الشيخ يوافقهم على أهوائهم. وإنه أنت لو سمعت كلام الشيخ هتمشي على الهوى بتاعهم، ظنوا هذا نتيجة لمعلومات معينة قدموها للشيخ، واستخرجوا فتاوى محددة تخدم أغراضهم. والشيخ بشر ما يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتيني الخصم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءوا خصمان واحد منهم ألحن بالحجة من الثاني، اللي بيكون أفصح ويقدر يعبر عن حجته ببلاغة وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له، وهو رسول الله وسيد الورى. فما بالك بالشيخ فلان والعالم فلان، ده اللي يمشوا له ويحيك المؤامرة ويستخرجوا منه الفتوى اللي عايزينها، وبعد ذاك شان انت تكون تبع لهم. ولهذا يدخلون في السلفية قواعد باطلة. مفاد شنو القاعدة دي؟ في النهاية لابد توافق كلام الشيخ، ولو ما وافقت أنت تطعن في الأشياخ، في الكبار، في العلماء. ولهذا لا ينصلح حال أمثال هؤلاء إلا أن يرجعوا إلى السلفية من منابعها ومصادرها، وأن يعرفوا ويعرف الجميع أننا لا نقلد أحدا من الناس في ديننا، إنما كل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد. الذي لا يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد قوله ولا فعله ولا تقريره، إنما يتبع. أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، الإمام الجليل، يقول: إذا وجدتم قولي مخالف للآثار فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويبقى في سؤال: مشايخنا الكبار الليلة اللي هم داروا يجعلوك أنت تكون تبع لهم، وإن كان هم في الأصل أجلاء ومحترمين وعلماء وأفاضل، حري بنا أن نتعلم منهم ونستفيد ونتأدب بأدبهم ونستقي من علمهم ونسترشد بخلقهم وبمنهجهم. هذا كل ما في إشكال، لكن يبقى في سؤال: هل سيقبل العلماء أن نكون تبعا لهم؟
منو من علمانا بيقبل؟ تقول له أنا بستبع عليك أنت يا ناس. الكلام ده ما بيقولوا قدام المشايخ، لكن بوراهم يقولوا لمصالحهم هم ولأهوائهم هم. طيب، فأقول هذه قاعدة مقررة عندنا، الولاء والبراء يكون على المنهج، على المنهج السلفي، لا يكون الولاء والبراء على شخص بعينه. وهذا لا يعني ألا ندافع عن العلماء وألا نذوب عن أعراضهم إلى آخر ذلك.